فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: استدل أحدهم بقوله سبحانه وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أن لم أداة نفي فلا يكون الكفار من أهل الكتاب، وأن أهل الكتاب لا يقال عنهم كفار، فكيف نرد على ذلك؟ كلام فاسد وتمهل وتفسير للقرآن بغير تفسير، والعياذ بالله. أهل الكتاب منهم كفار لعنهم الله، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، منهم كفار ومنهم ملعونون، منهم مغضوب عليهم ومنهم ضالون. ما يجوز للإنسان أن يقول أهل الكتاب مؤمنين كلهم. نعم.